والتي عبرت عنها يعني مجموعه من المداخلات على ان هذا اللقاء هو لقاء سليم له اهميه كبرى وخصوصا في هذه المرحله بالضبط، والذي قسمناه الى محورين اساسيين، المحور الاول لهضبة على التقييم، والمحور الثاني لهضبة على الاخر. بالنسبه لتقييم حركه 20 فرد، هناك 75 مداخله شاركت في هذا المحور الاول، تطرقت الى ضرورات وظروف ونشأت 20 فبراير، والى بعض التجارب المختلفه في مجموعه من المناطق. ومن بين النقاط الاساسيه المشار اليها في هذا المحور هي كالتالي: تأمين المبادره الوطنيه، الوقوف على الواقع الموضوعي، وذلك من خلال القمع والاعتقالات والاستشهادات والاختطافات التي طالت نشطاء حركة 20 فبراير ومجموعة من المناضلين في مجموعة من الإطارات النقدية والسياسية والحقوقية، وكذلك يعني مناضلين ديال الحركة الطلابية وديال الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين إلى غير ذلك. ثم دعوة القوى الديمقراطية لم تكن في اللحظة المناسبة، يعني مجموعة من القوى الديمقراطية في هذا البلد ما كانتش في اللحظة المناسبة اللي خدات حركة 20 فبراير ممكن أنها تطورها وتدي بهذه الأمل. تطرقت يعني مجموعة من المداخلات إلى الأزمة الرأسمالية وما عكست على الدول التبعية، التأثر بما وقع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصا مسار الانتفاضات ديال مجموعة من الدول. نقطة أخرى هي الالتفاف حول مطالب حركة 20 فبراير من طرف النظام، وذلك عبر الدستور الممنوع انتخابات